من مكان يفترض أنه خصص لخدمة المواطن إلى بؤرة آسنة للفساد. هذا هو حال الدوائر الحكومية في العراق، إذ أصبحت مكاناً لمعاناة العراقيين بسبب الفساد المالي والإداري المستشري، لا سيما في دوائر المرور أثناء تسجيل لوحات المركبات، وكذلك التزوير في بعض المعاملات وارتفاع منسوب الرشا والابتزاز العلني. مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ربما جزءاً صغيراً من فساد ما خفي منه أعظم، إذ يظهر المقطع إهانة وابتزاز المراجعين في الدوائر الحكومية بعد تحولها إلى بؤرة للابتزاز نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة وعدم محاسبة الفاسدين والمتنفذين فيها. إنجاز أي معاملة في دوائر الدولة يحتاج إلى مراجعات كثيرة وانتقال من مكان لآخر في ظل زحام الشوارع والوقوف في طوابير طويلة عدة ساعات، فضلاً عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة جداً. لا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ ينتشر قرب كل بناء حكومي من يعرفون بالمعقبين، وعادة ما يعملون تحت غطاء محل طباعة وبيع القرطاسية، ويرتبط هؤلاء بموظفين داخل الدوائر لتنسيق إنهاء المعاملات مقابل التقاضي رشوة لإنجازها سريعاً دون أن يضطر الموظف إلى التعامل مع المواطنين بشكل مباشر. كما تبرز حلقة أخرى في المعاملات هي المعتمد، وهو الذي ينقل البريد بين الدوائر، ويعتبر حالياً من الوظائف المطلوبة نظراً للحصيلة المالية التي يجنيها من العراقيين الذين يدفعون مضطرين، بينما الآخرون الذين لا يملكون المال يتعين عليهم الانتظار طويلاً قبل استكمال معاملاتهم. إنجاز أي معاملة دون دفع الرشا تحتاج مراجعة الدوائر الحكومية لأشهر عديدة والوقوف على طوابير طويلة، على الرغم من أن إنجازها يتطلب يوماً واحداً فقط. هذا ما وصل إليه العراق في ظل الفساد الحكومي الذي أثقل كاهل العراقيين وجعلهم غرباء في وطنهم.